شكل آيس كريم يساوي يامي صح؟ وأدري إنكم تتمنوا لا تاكلوا ملعقة صغيرة منه، فيلا نسويه مع بعض. راح نبدأ بتحضير صلصة التوت. نوضع كوب كامل من التوت فريش أو مثلج في إناء الطهي. نوضع على التوت 3 ملاعق سكر كبيرة، رشة خفيفة من الملح، ملعقة صغيرة من الفانيلا، ورشة ليمون صغنونة، أوكي؟ وملعقتين ماء، ونحطه على النار عالية. يبدأ التوت يغلي، ندوب ملعقة نشا صغيرة في ملعقة كبيرة ماء بارد، ونضيفها على التوت، ونخليه على نار متوسطة لحد ما يبدأ يثقل أو يدخن، بعدين نخليه يبرد تماماً قبل استخدامه مع الآيس كريم. لتحضير آيس كريمنا اللذيذ راح نخفق كريمة الخفق أو الدريم واب لحد ما تدخن. نخلط 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 لحد ما تدخن مثل اللي في الفيديو، اوكي؟ الحين ابغاكم تنتبهوا للسحر اللي راح اسويه مع اللبنة. يلا يا لبنة الى الوعاء الان، شفتوا؟ مو اي احد يقدر يسوي هذا التريك. نقطة مهمة، واحنا نخلط اللبنة لازم نتأكد انها توصل كل مكان برا الوعاء، مهم عشان ينجح الايس كريم. إضافة الحليب المكثف المحلى نضيف الفانيلا شوي بعد، بيرفكت، ونخلطه جيدا. شو رايكم جيدا؟ بعد ما خلطنا جيدا الحين نضيف خليط اللبنة إلى خليط الدريم ويب، ونخلطه جيدا أكثر من خلطنا للفانيلا الجيدة، اوكي؟ لحد ما يصير كده سو سموث. شفتوا الخليط كيف سموث؟ راح اراويكم مره ثانيه، لان صعب توصلوا الى هذا الشيء، صعب جدا، تحتاجوا دراسه مكثفه. شفتوا كيف؟ راح اراويكم لاخر مره. ايوه كده. الحين نحطه في الفريزر لمده تقريبا ساعه الى نص ساعه. معلومة أخرى مهمة لازم تتعلموها مني، ما رح تشوفوها أي مكان آخر، إن شكل البسكويت المفتت يكون بهذا الشكل، واضح؟ شفتوا؟ أوكي. بعد ما بدأ يجمد الآيس كريم نطلعه ونخلط معاه البسكويت المفتت، بس راح نخلطه بنعومة جدا لأن نبغى نحافظ على القرمشة اللي فيه، ما نبغى نفتته واجد، أوكي؟ نفس الشي لما نضيف صوص التوت، ما نخلطه واجد، نخلطه بنعومة وأناقة ولطف وحنان وحب، حبه آيس كريم. بعدين نحطه في الصينية ونثلجه لمدة أقل شي 6 ساعات أو أوفر نايت، ليلة كاملة. لو حابين تشوفوا آخر فيديوين نزلتهم، كيكة الكريم بالأوريو، ساندوش اللحم والمشروم. باباي.